زي ما كنا بننوه مع حضراتكم منذ قليل، هذه الفقرة مخصصة لذوي الهمم والدعم اللي بيتلقوه من الدولة ومن الرئيس عبد الفتاح السيسي، واللي تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس الجائزة الدولية للأولمبياد الخاص الدولي، بتعتبر واحدة من أرفع الجوائز الدولية، فيها تأكيد على انحياز الرئيس والدولة المصرية لذوي الهمم واللي بيتم دعمهم في كل قطاعات الدولة المختلفة. ده اللي جاء في حيثيات منح الجائزة للرئيس عبد الفتاح السيسي، واللي عبرت عن التقدير لجهود مصر في تجسيد الرسالة الإنسانية تجاه ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة. الحقيقة ده مش حاجة غريبة إطلاقا على الجهود اللي بيقوم بيها الرئيس عبد الفتاح السيسي على كل المستويات. أبرز هذه المستويات العمل بشكل متواصل على دمج ذوي الهمم في المجتمع المصري، وأيضا تقديم كل الخدمات والرعاية لهم. عشان كده تم منح السيد الرئيس الجائزة اللي بتعتبر أرفع الجوائز، واللي بيتم منحها للملوك والرؤساء وأصحاب الأيادي البيضاء على رعاية فئة ذوي الاحتياجات الخاصة. خلينا نعرف تفاصيل أكثر عن هذه الجائزة مع ضيفنا في الاستوديو الكاتب الصحفي الأستاذ زكي القاضي. صباح الخير على حضرتك أستاذ زكي. صباح الخير على حضرتك. يعني وفي البداية قبل ما نقول مبروك للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ومبروك للشعب المصري، احنا بنقدم الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على المجهود الكبير اللي قدمه في ملف ذوي الاحتياجات الخاصة أو قدرون باختلاف. فبالتالي يعني للأمانة الجائزة دي يعني تعتبر واحدة من جوائز ربما كان يستحقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لو يعني المرحلة وظروفها والتحديات ما كانتش بالشكل الكبير ده، وكمان يعني كانت ربما وظني ان ومتابعتي لما يحدث في العالم ان الرئيس عبد الفتاح السيسي كان يستحق جوائز اكثر، لكن طبعا احنا عندنا فصيل يعني سيء واهل الشر ربما بيحاولوا يشوهوا انجازاتنا وبيشوهوا ما يفعله الرئيس عبد الفتاح السيسي بالخارج، وهو الخارج يعني يستمع لبعض هذه الاراء. فاحنا يعني لولا تواجد هذا التحدي كان الرئيس عبد الفتاح السيسي يستحق بما فعله في على ارض مصر خلال السبع ثمان سنين اللي فاتوا العديد من الجوائز. الجائزه دي جائزه دوليه وعالميه، وممكن نتكلم عليها وباذن الله نتكلم عليها في خلال الفقره، لكن في البدايه هو يعني بعد تقديم المباركه للرئيس عبد الفتاح السيسي لحصوله على هذه الجائزه، وهي جائزه تضاف لرصيد مصر لانه رئيس الدوله المصريه ويمثل الدوله المصريه، فتضاف للشعب المصري جائزه دوليه دي في وقت مهم للغايه. لكن قبل ما ندخل في تفاصيل الجائزة نفسها، لولا الظروف كان الرئيس عبد الفتاح السيسي يستحق العديد من الجوائز على ما فعله في مجالات عديدة في مسارات عديدة، لكن ظروف وتحديات المرحلة ورغبة البعض في تحجيمنا هي اللي ربما تكون يعني بعدت عننا بعض الجوائز التي نستحقها بامتياز ويستحقها الرئيس عبد الفتاح السيسي باعتباره رأس الدولة المصرية اللي قدم كتير وكتير وكتير خلال السبع ثمان سنين اللي فاتت. حقيقي يمكن واحنا بنتحدث عن ذوي الهمم تحديدا هذا الملف المهم، ما نقدرش ان احنا حتى لو جت الجائزه في هذا التوقيت في عام 2022، ولكن الجهود بدات منذ اعلان عام 2018 لو تتذكر يا استاذ زكي، عاما لذوي القدرات الخاصه وذوي الهمم. والجهود بدات ليس فقط في قطاع الرياضه، في كل القطاعات في الدوله المصريه لمساعده ذوي الهمم واعطائهم خلينا نقول حقهم من خلال الجهود المختلفة للدمج. حضرتك شايف الجهود دي كانت عاملة ازاي، وأبرز هذه الجهود على مدار هذه السنوات؟ طيب الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه المسؤولية في 2014 وكان عنده عدد من المسارات اللي بتتوافق مع فلسفة ورؤية جديدة للجمهورية الجديدة اللي بدأت مع ما بعد ثورة 30 يونيو 2013 وتولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية في 2014. كانت الفلسفة دي بتعتمد على احنا فين من العالم، احنا فين من اللي بيحصل حوالينا، احنا فين من عدة عقود مضت كنا مركونين بمعنى أصح، يعني كنا موجودين في التاريخ لكن لا نشارك فيه بالسلب أو الإيجاب، وربما حتى يكون التاريخ أثر علينا بالسلب فتركنا على مدار عدة عقود لا نمارس دورنا الطبيعي المتماشي مع حضارتنا وثقافتنا ومع مجهود الشعب المصري الشعب العظيم ده اللي كان عنده قيم وعادات وحاجات يعني أفكار وناس مميزة سواء أصحاء أو سواء قدرونا باختلاف، فكان عنده يعني خامة موجودة على الأرض لم تستغل على مدار عدة عقود. فالدولة المصرية مع بداية عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اتجهت إن هي ازاي تكتشف هذه المواهب وازاي تدعمها وازاي تعمل على مسارات دعمها، فبدأت تصنع يعني منظومة متكاملة ازاي نقوم الإنسان المصري ونعيد يعني الصيغة الحقيقية للشخصية المصرية التي أصابها خلل عبر عدة عقود، وأيضا العمل على يعني وضع الفئات الخاصة زي القادرون باختلاف وغيرهم
في مكانهم الطبيعي مع العالم. العالم كله بينظر ل يعني القادرون باختلاف، على اعتبار ان هم يعني جزء مهم من تصورات العالم ومستقبل العالم، وبالتالي كان التحرك على ان ازاي يعني يدعموهم. وكان الكلام ده يعني لحضرتك الجائزه اللي تم منحها امبارح، يعني جائزه من الستينات، يعني ناس موجوده، مؤسسه موجوده من الستينات، ومؤسسها يعني شقيقه الرئيس كينيدي الرئيس الامريكي الاسبق. فكان يعني العالم شغال. طب احنا كنا فين من الفتره دي؟ على عبر عده عقود يعني كنا ماشيين، كان الامر يعني زي البلد عموما كلها كانت ماشيه يعني على مضض، يعني الامور ماشيه بشكل روتيني، يوم بيزق يوم، وكانت الدنيا ماشيه لحد ما وصلنا للمرحله الانتقاليه العظيمه في ثوره 30 يونيو 2013 وبدانا نتجه للمسارات دي. الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت رؤيته مع القادرون باختلاف ان احنا ازاي نتم دمجهم في الحياه العامه، ازاي بيتم استيعابهم. هل الاستيعاب ده عبر ان احنا ندي للاسره فلوس، نقول لهم خدوا فلوس وخلوا بالكم انتوا بعيالكم؟ لا، اول حاجه ده احد المحاور، يعني ان كان ما انا بقول لحضرتك انه احد المحاور، ده هو ده المحور اللي هو يكون يعني استسهالا اللي ممكن اي حد يتجه ليه، انه مثلا يدعم الاسره مليان وخلاص. لكن الدوله المصريه عملت على وضع منظومه متكامله، ازاي تنشئ ليهم مجلس خاص بيهم، وبعدين حتى تطوير المصطلح، يعني انت في الاول كنا نقول المعاقين، وبعدين مش عارف مصطلحات تانية يعني ربما تضرهم نفسيا، اصبحنا امام مصطلحات حتى بتحترم شعورهم، فاصبحنا نقول عليهم قادرون باختلاف، او ذوي القدرات الخاصه، او ذوي الهمم جوهريه بالظبط. فيعني انت لما تيجي تخاطب شخص وانت يعني انت بتديله وضعه، وهذا الشخص يعني ان كان ربنا يعني لم يرزقه بصفه من الصفات وانتزعت منه، لكن ربنا برضو بارك ليه في صفات اخرى ربما نقدر نستفيد منها، ويكون حتى ان احنا نساعده على اكتشافها. في الاول والاخر هذا الشخص والبني ادم والروح، احنا دورنا ان احنا نصنع المناخ ده، المناخ ده بنصنعه للاصحاء، وبنصنعه للقادرون باختلاف. فبالتالي كانت الدوله المصريه بتقول ان احنا ازاي نصنع المنظومه دي. فالاول نعمل لهم مجلس، بعدين نشوف قانون يشرع العمل ده، يعني فكره ان انت تعمل قانون يحترمهم، يتعامل ازاي معاهم في المواصلات، يتعامل ازاي معاهم حتى في الاسكان الخاص بالدوله، يتعامل معاهم ازاي في القطاع الخاص، ازاي يتعامل معاهم في الاعلام والوعي، ان احنا ازاي حتى الفقرات عند حضراتكم وفي القنوات الخاصه والقنوات الحكوميه ازاي تستوعبهم في الاستضافات. كمان احنا كنا بعاد جدا عن فكره المشاركات الدولية بالشكل الذي يناسب حجم قادرون باختلاف في الوطن، يعني القادرون باختلاف ده عددهم كبير جدا، وذوي الهمم عددهم كبير جدا داخل مصر، فلازم ان احنا ازاي نستفيد منهم، ان هم نطور قدراتهم حتى يتواجبوا مع قدرات العالم، وان ازاي نوصل للعالم، نقول لهم احنا عندنا عدد معين يستطيع ان يشارك برياضات معينة، او يستطيع مش رياضة بس، يشارك في فن، يشارك في مهارة الرسم، يشارك في اي مهارات مختلفة. فاحنا لازم نسحب الناس اللي موجودين عندنا دي. جميل. ونقدمهم للعالم في الصوره التي يطلبها العالم. طيب خلينا اسمح لنا ان احنا ينضم الينا هاتفيا دكتور ايمان كريم، المشرف على المجلس القومي للاشخاص ذوي الهمم او ذوي الاحتياجات الخاصه، ونعرف برضو ابرز الامور او التوجيهات الرئاسيه التي تحققت في الفتره السابقه. يمكن كان استاذ زكي بيتحدث عن عدد منها، لكن ما نقدرش نغفل ابدا ان هو ايضا تم انضمام عدد من اصحاب الهمم او ذوي القدرات الخاصه الى البرلمان المصري، ايضا بقى في كارت خاص ليهم، غير طبعا المزايا الأخرى العديدة اللي بيتم إضافتها ليهم أو وجودها تقديمها ليهم. حضرتك شايف هذا الاهتمام إزاي؟ ألو؟ ألو، صباح الخير. صباح النور دكتور إيمان، أهلا وسهلا بحضرتك. صباح الخير حضرتك. أهلا وسهلا، أنا سعيد كنا نتحدث معاك النهاردة، الشرف لينا يا دكتور. أنا سمعت طبعا الحديث، وطبعا حديث أهم جدا. أولا أنا في البداية بتوجه بتهنئة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بجائزة اللي هي من يعني إذا كانت هامة، لا هو أنا بالنسبة لي كمجلس هي اعتراف دولي بنجاح مصر في ملف حقوق الإنسان وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. أنا المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة الحقيقة أنشئ ب 2019 بقانون 11. نعم. وقبلها حصل استحقاقات مهمه جدا. الدستور لاول مره يعترف الدستور المصري بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقه في 11 ماده، كمان بعدها في استحقاق هام واطلاق القانون 10 2018.
اللي بيعترف وبيقر بحقوق الأشخاص الإعاقة في جميع مناحي الحياة، سواء التعليم أو العمل أو الصحة أو غيرها. فيعني كل ده يعني يعكسه الجائزة الحقيقة، جائزة بتقول إن إحنا إن مصر نجحت في هذا الملف، وإن مصر نجحت في دمج الأشخاص الإعاقة في المجتمع المصري. وعندنا طيب عن هذا الدمج دكتور إيمان، يعني في أمثلة عديدة بتتحدث أنه حتى في المستقبل يعني بقى ذوي الهمم مدمجين في خطط الدولة المختلفة فيما يتعلق بمناحي الحياة أيضا المختلفة. مثلا المدن الجديدة بيتم أثناء التخطيط ليها وضع دايما الاحتياجات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة في الخطط منذ البداية. أيضا مثلا بنتحدث عن الكارت الخاص بالخدمات المختلفة لذوي الاهتمامات الخاصة أو القدرات الخاصة، بنتحدث أيضا عن انضمامهم إلى البرلمان، ودي نقطة ما لحقناش إن احنا لسه نعلق عليها. كل هذه أمور بتشير إلى أن هو الاهتمام الموجود بيهم هو ما كانش فقط عام 2018 ولكنه مستمر وأصبح خلاص أمر واقع موجود في حياتنا ليبقى. وحضرتك احنا بنتكلم على التمكين الاقتصادي في العمل، يعني 5% من الوظائف سواء الحكومية أو غير الحكومية يجب أن يكون لهم الوظيفة فيها، 5% ده الحد الأدنى بالظبط، وهو بيمنح الضرائب بيتم خصمها من مقدم الوظيفة. فيعني ده الحقيقة تشجيع يعني من الدولة لجميع الأماكن وجميع المؤسسات والشركات المختلفة إنها توظف الأشخاص الإعاقة. كمان إحنا عندنا قانون دعم الأشخاص الإعاقة قادرون باختلاف، الصندوق ليه اختصاصات كتيرة قوي، من ضمنها هو تنمية المواهب وتنمية المهارات الرياضية. عندنا أبطال دلوقتي كتير قوي من الأبطال الأشخاص الإعاقة، منهم في جميع الرياضات سواء الرياضات الفردية أو الرياضات الجماعية. آخر حاجة عملناها إحنا نظمت مصر أول مرة بطولة كرة اليد على الكراسي الدولية، ده يعني حقيقي ده كان فخر مصر، وده اعتراف من المجتمع الدولي لينا، الاتحادات الدولية كلها تضع فينا الثقة إن إحنا دلوقتي عندنا القدرة على الدمج وعلى التمكين. كمان عندنا المصنع الوطني لمنتجات الأجهزة التعويضية والأدوات التكنولوجية، إنه يتم صناعتها محليا أيضا، هذا يعني في نفس السياق اللي احنا بنتحدث فيه، الريادة في الوطن العربي. ويقدر يجي لنا أشقائنا من العرب يجوا يحصلوا على هذه الخدمة يعني، وده تمثيل للأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، لأن لما بيبقى عنده أدواته اللي يقدر ينزل بيها يعمل ويقدر يتعلم ويقدر يروح يلعب رياضة ويبقى بطل ويشرف مصر، يعني لازم يعني في السياق الرياضي ولكن أيضا في كل سبل الحياة المختلفة. نشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور إيمان كريم المشرف على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ونعود مع حضرتك أستاذ زكي تعليقا على فكرة 5% بحد أدنى من العاملين في المؤسسات المختلفة إن هو يكونوا من أصحاب ذوي القدرات الخاصة أو ذوي الهمم. النقطة دي الحقيقة يمكن اختلفنا أو في خلاف عليها شوية، مين المستفيد الأكبر؟ الدولة منها أو الشركة أو المنظومة اللي بتعين ذوي القدرات الخاصة، مع الأخذ في الاعتبار أن هم عندهم عزيمة وإرادة أكبر بكثير وبالتالي قدرة على الإنتاج أكبر بكثير في نواحي العمل المختلفة، ولا الأشخاص نفسهم اللي بيتم تعيينهم؟ طيب إن كان يعني ربنا ابتلى شخص إن هو ما يكونش يعني عنده الصفات الكاملة في الشكل يعني الجسدي وغيره، فإحنا مش مطالبين إن إحنا يعني نكون منزوعين الرحمة، فإن إحنا ما ندلوش حقه في العملية التنفسية قدام شخص صحيح. وبالتالي دورنا إحنا كبني أدمين إن إحنا ننظم عملية المنافسة، فدمج هؤلاء أو ذوي الاحتياجات الخاصة أو قادرون باختلاف في المنظومة العامة. إحنا مش بنبتدع يعني حاجة لوحدنا، لكنه اتفاق إنساني في المقام الأول مع
كافة من يرى الإنسانية في مفهومها الصحيح. نعم. فبالتالي إحنا حتى ربنا زي ما وضع فينا الرحمة وضع فينا فكرة التقدير وفكرة الإنسانية كمادة خام يعني، فلا بد أن نضع هذا الشخص في المكان الذي يستحقه. نعم. بعيدا عن النظرة يعني يعني الصفة اللي إحنا بننظر له إن كان جسده يعني لم يكتمل أو عقله لم يكتمل وغيره من الصفات التي لدى ذوي الاحتياجات الخاصة أو قدرهم باختلاف. نعم. فبالتالي احنا مطالبين نعمل ده. طب هل الدولة المصرية يعني عشان ناخد مثال بسيط، الدولة نعم. المصرية عملت ده ودمجت القدرون باختلاف في المنظومة العامة للدولة؟ تم ده بالفعل؟ اسمح لنا ان احنا ناخد نموذج من ذوي الهمم بيساعدنا ان هو ينضم معنا علشان نعرف منه الإجابة على هذا التساؤل. الكابتن هاني محسن بدر، بطل رفع الأثقال البارالمبي، اهلا وسهلا بحضرتك يا كابتن، شرفتنا. صباح الخير واهلا وسهلا بيك. صباح النور، اهلا وسهلا بحضرتك. ونحن يعني احنا بنتحدث عن جائزه صحيح هي للرئيس عبد الفتاح السيسي، ولكنه يعني كبير الدوله المصريه، وبالتالي هي تعتبر لكل المجال او كل العاملين ايضا في المجال الرياضي في مصر في مجال البارالمبيات. حضرتك كنت تم تكريمك وكنت شرفتنا في اولمبياد طوكيو حقيقه، ويعني حصلت على احد الميداليات، اذا لو انا فاكر صح كانت البرونزيه. هذه الميدالية بتمثل لحضرتك إيه؟ الدعم اللي حصلت عليه واللي شايفه من الرئيس عبد الفتاح السيسي ومن كل أجهزة الدولة، خصوصا بعد الوسام اللي حضرتك حصلت عليه من سيادة الرئيس. طبعا أنا أولا ببارك لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على الجائزة الدولية للأولمبياد الخاص، ودي يعني جائزة ما بينولهاش اللي فعلا بيبذل جهود كبيرة مع ذوي الاحتياجات الخاصة. وإحنا لمسنا دلوقتي في فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي من عام 2016 اهتمام غير عادي، مساواه رياضيا بيننا وبين اللاعبين الاسوياء، مساواه في كل حاجه. عمل قانون خاص لذوي الاحتياجات الخاصه بصفه عامه بقى بغض النظر عن رياضي او مش رياضي. انا عن نفسي كان من ضمن اهدافي في اولمبياد طوكيو مقابله فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعني كانت الميداليه ومقابله فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، دي من ضمن اولوياتي او التارجت بتاعي اللي انا محاسبه في اولمبياد طوكيو. ده كان دافع عن حضرتك. كرمني في الاثنين الحمد لله، عملت ميداليه وقابلنا فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعني هو فعلا اب لكل مصري. كفايه يعني مقابلته وكفايه الكلمه اللي قالها لنا في الاخر، احنا بنستمد طاقتنا منكم، فيا ريت تستمروا عشان احنا نقدر نستمد طاقه اكثر، فدي ادتنا دافع لباريس 2024. وهو الامال معقود عليكم بشكل كبير في الاولمبيات او البارالمبيات القادمه ان شاء الله، ان انتم اكيد برضو هتاخدوا ميداليات وهترفعوا العالم المصري وهترفعوا راسنا جميعا عاليا، وان شاء الله مع تكريم اخر بعد هذه الاولمبيات. يا كابتن هاني شرفتنا وشكرا جزيلا لحضرتك. كابتن هاني محسن بطل رفع الاثقال البارالمبي. استاذ ذكي، تعليق حضرتك على هذه الكلمات النابعه من القلب، يعني خلينا انا مش هعلق عليها باكثر من كده. اولا يعني احنا دايما بنتمنى التوفيق لكل مصري يعني في اي محفل دولي، وبالتالي الابطال المشاركين في الالعاب البارالمبيه وغيرها من الالعاب من الخاصه بالمصريين عموما دون يعني اتصاف بصفه هذا شخص صحيح او شخص من ذوي القدرون باختلاف او ذوي الهمم، فبالتالي احنا بندعمه، وهذا الدعم ربما ما كناش نسمع عنه من قبل، لكن رؤيه الرئيس عبد الفتاح السيسي واللي النهارده برضو أأكد يعني وبنقول له ألف مبروك على هذه الجائزة العظيمة، الجائزة الدولية التي حصل عليها عبر يعني لجنة دولية. احنا هذه ليست لجنة خاصة ولا يعني لجنة إقليمية، هي عبارة عن لجنة من 7 أقاليم على مستوى العالم فيها أكثر من 183 دولة منها الإقليم الشرق الأوسط، وهو الرئيس عبد الفتاح السيسي هو أول رئيس يحصل عليها في الشرق الأوسط، والشرق الاوسط ده فيما يقرب من 23 دوله في هذه المنظمه. فبالتالي وتم بناء يعني زي ما سمعت امبارح من رئيس الفرع الاقليمي للمنظمه في الشرق الاوسط وافريقيا، ان بيتم رفع تقرير عن الجهود التي قامتها الدوله للمؤسسه الدوليه، وبعدين بيتم التشاور ويعطى يعني الشخص جائزه دوليه. فبالتالي الاختيار الذي وقع على الرئيس عبد الفتاح السيسي من تلك المنظمة العالمية والدولية هو يعني شهادة دولية واعتماد دولي على ما قدمناه في ملف قادرون باختلاف. احنا قدمنا قوانين، قدمنا مؤسسات واضحة المعالم واضحة الصلاحيات، دعمنا وجودهم في الدستور والقانون، يعني اصبح حتى قائمة الانتخابية اللي في كل برلمان لازم يكون فيها ناس من ذوي الاعاقه بالضبط او ذوي الهمم. فبالتالي يعني كنا يعني هذه الفرضيه تعيش على الاجيال، يعني ليست مرتبطه بنظام او عصر.
ايضا القانون، ايضا التشريعات. كمان حاجه تانية، الناس البسيطه اللي في البيت، انت لو يعني تقف مع اي حد من ذوي القدرات الخاصه هو عنده حاجتين ثلاث حاجات رئيسيين مهمين: العربيه، واحنا الحمد لله يعني انه يحصل على عربيه او سياره، فالدوله المصريه امنت له القصه دي، وكمان حتى عمل التعديل لما قال لك ان انا ممكن ما يكونش ليا اخ او مش عارف ايه يسوق العربيه معايا، عملت له تعديل ان ممكن نوصل لحد الدرجه الثانيه ممكن يسوق العربيه بتاعته ويستعملها. ده رقم واحد، ده اهم حاجه عندي يعني ذوي الاعاقه، الحاجات البسيطه. والكارت اللي حضرتك اتكلمت عنه اللي هو كارت اللي هو الامتيازات اللي هو في المواصلات وغيره. ثاني حاجه الشقه، بيستطيع ان هو يقدم على شقه فيحصل عليها بشكل ميسر للغايه، وطبعا بيتم مراعاه ذلك ان هو يبقى مثلا في دور ارضي عشان العمليه لو على اعاقه حركيه او غيره يعرف يدخل. ثالث حاجه الجمع بين معاشين. فالدوله المصريه فهمت القصه اللي عايزها المواطن المصري اللي هو يعني من ذوي القدرات الخاصه، فهمت وعايز ايه، فاشتغلت له او عملت او كل مؤسسات الدوله اشتغلت على تسهيل عمليه العربيه، اشتغلت على تسهيل عمليه كارت الخاص، اشتغلت على تسهيل عمليه الشقق والاسكان، اشتغلت على العمليه الاخيره الخاصه ب مع العربيه والاسكان الجمع بين معاشين. فبالتالي يعني مهدت له الطريق ان احنا يعني نسعى لده. طيب ممكن يكون في وسط كل ده واحد من ذوي القدرات الخاصه ما عندوش حد يعني يراعيه او يتابع التفاصيل ده عشان يوصل يحصل عليها. احنا مطالبين بس نفتح الشاشه عند حضرتك، لسه اقول لحضرتك يعني الشاشه اصبحت متاحه حتى الكترونيا، هو ده الكلام كده، يفتح الشاشه ويجيب رقم التليفون ويتصل على الصندوق ويقول لهم انا موجود في الحته الفلانيه ومش قادر اوصل لكم، هم هيوصلون وهقول كل الحاجات التي يستحقها يعني. والخدمات حتى بقى الكثير منها متاح على المواقع الالكترونيه المختلفه. وبالتالي بنشكر حضرتك استاذ ذكي القاضي، حضرتك مكمل معانا بالفعل اكيد، ولكن بعد هذا الموجز علشان نتكلم على قضايا الوعي، قضايا مهمه جدا، ولكن بعد موجز على راس الساعه دائما مع الزميله شروق وجدي. صباح الخير عليك مره ثانيه شروق. صباح الخير مره اخرى باسم، وصباح الخير مشاهدينا. التاسعة صباحا السابعة بتوقيت جرينتش، موجز إخباري يأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي الامتنان لمنحه الجائزة الدولية للأولمبياد الخاص الدولي، والتي تعكس تقدير جهود مصر في تجسيد الرسالة الإنسانية تجاه ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة. جاء ذلك خلال تسلم الرئيس السيسي الجائزة التي تعد من أرفع الجوائز التي يتم منحها للملوك والرؤساء وأصحاب الأيادي البيضاء على رعاية فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، وتقديرا لما يقدمه الرئيس السيسي من دعم لهم. وفي سياق آخر، وجه الرئيس السيسي باستكمال كافة العناصر والتفاصيل الخاصة بجهود زيادة مساحات الاستصلاح الأراضي في منطقة توشكا والاعتماد على الوسائل الزراعية التي تتناسب مع طبيعة الأراضي والمناخ بالمنطقة. جاء ذلك خلال اجتماعه مع الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي وعدد من المسؤولين. وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوم اعتراف باستقلال مقاطعتي خرسان وزابوريجيا، وسيستضيف الكرملين اليوم الجمعة مراسم توقيع اتفاقيات انضمام دوناتسك ولوهانسك، وهذا بالإضافة إلى خرسان وزابوريجيا إلى روسيا بحضور الرئيس بوتين. أعلنت البعثة الفرنسية في الأمم المتحدة والتي تتولى رئاسة الدورية لمجلس الأمن عقد جلسة طارئة اليوم من أجل التصويت على قرار يدين الاستفتاءات لضم عدة مناطق أوكرانية إلى روسيا. واستبعد دبلوماسيون أن يتم تبني القرار الذي أعدته الولايات المتحدة وألبانيا بسبب حق روسيا في الفيتو، لكنهم أشاروا إلى أنهم سيتم أو إلى أنه سيتم تقديم مشروع القرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة. استعادت القوات الأوكرانية السيطرة على كامل مدينة كابيانسك الواقعة شمال شرق البلاد بعدما دفعت القوات الروسية لإخلاء مواقعها على الضفة الشرقية لنهر أوسكل حسب ما أفادت وكالة فرانس بريس. ونقلت الوكالة عن قادة عسكريين أوكرانيين أنه تمت استعادة جزء كبير من مدينة كابيانسك من الروس منذ مطلع سبتمبر بفضل الهجوم المضاد الأوكراني في منطقة خاركيف، لكن القوات الروسية بقيت في مواقعها في الضفة المقابلة للنهر وخاضت معارك بنيران المدفعية.
صرح مندوب روسيا الدائم في فيينا ميخائيل أوليانوف أن القوات الأوكرانية قامت باستهداف محيط محطة زابوريجيا النووية وبناها التحتية أكثر من 30 مرة خلال شهرين ونصف الشهر. وقال أوليانوف عقب مؤتمر للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن عمليات القصف استمرت خلال وجود موظفي الوكالة هناك. وحسب ما أفادت وزارة الدفاع الروسية فإن القوات الأوكرانية قامت بإطلاق أكثر من 120 قذيفة مدفعية واستخدام ما لا يقل عن 16 طائرة بدون طيار خلال الهجمات. أفادت وسائل إعلام سويدية بأن الكابل الكهربائي بين السويد وبولندا في قاع بحر البلطيق قد يكون تضرر جراء الانفجارات في خطوط أنابيب غاز نورد ستريم. ونقلت وسائل الإعلام السويدية عن مسؤولين قولهم إن الكابل الذي تصدر منها السويد الطاقة الكهربائية إلى بلدان أوروبية أخرى يمر على بعد 500 متر عن مكان أحد الانفجارات، مشيرين إلى أنه يجرى حاليا الحصول على معلومات محدثة عن حالة الخط الكهربائي مع ترجيح إمكانية تضرره جراء التفجير. قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن الوقت ما زال مبكرا للتكهن بمن كان وراء التفجيرات التي استهدفت خط أنابيب نورد ستريم. وقال أوستن إنه فيما يتعلق بهذا الهجوم أو الضرر الذي لحق بخط الأنابيب فإن هناك الكثير من التكهنات ولن يتمكن أحد من تحديد ما حدث بشكل مؤكد إلا بعد التحقيقات. قتل أكثر من 20 شخصا وأصيب عشرات آخرون في تفجير انتحاري استهدف مركزا تعليميا في العاصمة الأفغانية كابول أثناء وجود طلاب بداخله. وأعلنت الشرطة الأفغانية أن الطلاب كانوا يستعدون لامتحان حين فجر الانتحاري نفسه في المركز. اعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن نجاح أقصى اليمين في انتخابات إيطاليا دليلا على ما قال إنه خطر يواجه الديمقراطية في مختلف أنحاء العالم بما في ذلك في الولايات المتحدة. وقال بايدن لحكام ولايات من الحزب الديمقراطي إن ما حدث في إيطاليا أمر يهدد الديمقراطية في إشارة إلى فوز زعيمه اليمين المتطرف جورجيا ماليني برئاسة الوزراء، مضيفا أنه لا يمكن التفاؤل بصعود قوي مناهض للديمقراطية. مشاهدينا، لمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق أكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة. شكرا على طيب المتابعة، والآن عودة للزميل باسم في هذا الصباح لاستكمال الفقرات. إليك باسم وشكرا لك. شكرا لك من جديد يا شروق، وبالفعل مشاهدينا مستمرين مع حضراتكم مع حوارنا مع ضيفنا الكاتب الصحفي الأستاذ زكي القاضي. هذه المرة هنتحدث معه مع الدور المهم اللي بتلعبه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية باعتبارها شركة وطنية بتملك قدرات كبيرة في المجال الإعلامي من خلال مبادراتها المختلفة. ده اللي هنشوفه مع حضراتكم بعد قليل. We'll be right back.
مشاهدينا، واحنا بنتحدث عن نشر الوعي لازم نتحدث عن الاعلام. الاعلام هو سلاح الوعي الاقوى وايضا الاسرع انتشارا من ناحيه التاثير في اي مكان في العالم. بنشوف الدور المهم اللي بتلعبه الشركه المتحده للخدمات الاعلاميه باعتبارها شركه وطنيه بتملك قدرات كبيره في المجال الاعلامي، واللي مكنتها من مواجهه كل الحروب الاعلاميه وحروب الشائعات ايضا اللي استهدفت مصر وما زالت بتستهدفها. ده بالاضافه لدورها المجتمعي الكبير اللي بيهدف لبناء وعي المواطن المصري، وايضا مع الانحياز له في كل القضايا اللي بتشغل المواطن المصري. ايضا بتتمسك الشركه المتحده بالهويه المصريه، وبتحرص دايما على ان المعنى ده يوصل لكل مصري على ارض المحروسه، عشان يفضل دايما معتز بوطنه وبهويته المصريه. تفاصيل اكثر هنعرفها عن مبادرات الشركه المتحده للخدمات الاعلاميه ودورها في تطوير الاعلام المصري، ايضا مع ضيفنا الاستاذ زكي القاضي. اهلا وسهلا من جديد بيك يا استاذ زكي. اهلا وسهلا بحضرتك، ويعني انا هاخد من المقدمه الخاصه بهذه الفقره كلمه يعني عظيمه للغايه ممكن تمهد لنا كلنا الطريق حوالين اللي احنا بنتكلم عنه، وهي فكره الهويه الوطنيه. الهويه الوطنيه الشركه المتحده انا بعتبرها يعتبر المعادل البصري لفكره الجمهوريه الجديده. يعني احنا كلنا بنتكلم على الجمهوريه الجديده اللي بدات مع ثوره 30 يونيو ومع 2014 وتولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤوليه. كان هناك يعني اسس جديده تبدا لفكره الانشاءات والاعمار وتقويم الانسان والاستراتيجيات الوطنيه وكل ذلك، كل ذلك كان يحتاج معادل بصري. انا شايف ان الشركه المتحده بعمليه التطوير المتتاليه فيها هي تمثل المعادل البصري الحقيقي لفكر الجمهوريه الجديده، لفكر الجمهوريه الجديده. يعني احنا كلنا بنتكلم على يعني ايه معادل بصري؟ يعني كل كلمه مكتوبه صمت كده على صحف ولا على كتب ولا بتاع محتاجه في الوقت الثاني صوره، زاويه صوره، فالشركه المتحده قائمه بهذا الامر يعني الحمد لله بحرفيه شديده، وشهدت عمليه تطوير كبيره هي اللي ساهمت كمان ان احنا نوصل للقصه دي. طيب هل هي وصلت لفكره ان هي تكون معبره عن الواقع المصري والجمهوريه الجديده ومعبره عن المواطنين يعني بيوم وليله؟ لا، الامر ده مر على مراحل عديده، وهذا الامر مكلف للغايه ومكلف ماديا ومكلف جهد ووقت كبير جدا. احنا عشان نوصل لكاميرا ذات جوده يعني كويسه، فانت حضرتك تشوف الصوره مش يعني بمفاهيمنا احنا مش مبكسله، يعني صوره واضحه عظيمه كده، فانت محتاج معدات في الاول تكون يعني غاليه على مستوى وتكون بالظبط على مستوى على مستوى دي معناها ان هي غاليه، يعني معناها ان هي مكلفه. رقم واحد، طب انت عشان تجيب معده فانت محتاج كادر بشري، فعملية تطوير متتالية تمت في عملية تطوير القيادات، عملية حتى تطوير يعني القائمين على أمور الصحف والمواقع والقنوات، باعتبار أن الشركة المتحدة متنوعة يعني الموارد في فكرة أنها صحف ومواقع وإذاعات وقنوات، فتم تطوير القيادات وأنها حتى تواكب هذه المرحلة. تمت حتى تغيير أو تطوير عملية الكوادر البشرية الخاصة بالصحفيين والإعلاميين وغيرهم من الظاهرين أو الموجودين على أو مش في الشركة المتحدة. كل ذلك يتم عبر أيضا بطريق موازي مع فكرة إن احنا يعني زي كسرى نيوز مثلا كنموذج، إن احنا يبقى عندنا مراسلين في بره. يعني احنا حرب روسيا الأوكرانية دي، أنا لما أفتح الصبح وأشوف مراسل حضراتكم في روسيا وهو كمان بيقول يعني أخبار ومنفرد بيها وموجود في قلب الحدث، انا يعني بصراحه مش محتاج افتح اي قناه ثانيه. لما اروح لفرنسا بالظبط، استاذ اظن استاذ خالد شقير في فرنسا بتابعه مثلا على مدار اليوم وغيره وغيره. احنا موجود، انت حضرتك عشان يبقى موجود ليك مكتب او يكون ليك مراسل في قناه في دوله اخرى، ده برضو امر مكلف للغايه، ولازم الناس تستوعب ان هو ازاي يتم العمل على هذه المنظومه. طب اداره هذه المنظومه هل تم بورقه وقلم يلا نعمل كذا؟ لا، لازم تكون هناك فلسفه ورؤيه خاصه، عارفه ان هي بتعمل ايه دلوقتي وعارفه مستقبلا هيتم ايه. فبالتالي الهويه الوطنيه اللي هي صناعتها المتحده ارتباطا حتى كمان بالمقدمه اللي قلتها حضرتك على فكره مواجهه الشائعات. احنا في الاول كنا بنتكلم على جائزه الرئيس عبد الفتاح السيسي، فممكن حد يطلع يقول لك لا الجائزه دي عاديه، ممكن حد لا، حضرتك دي جائزه دوليه معتمده بيجلس عليها يعني عشان يتم اتخاذ القرار دي ناس من كل دول العالم عشان يوصلوا للمرحله دي. طب هل في هذا السياق يا استاذ زكي مواجهه الشائعات تحديدا نقدر نقول ان الشركه المتحده حضرتك عارف ان هي كانت مؤخرا اصدرت قرار ان هو هيكون في نشرات اخباريه متخصصه او نشرات متخصصه للرد على الشائعات في قنوات المتحده المختلفه. فكره ان انت تلحق الشائعات وهي لسه في اولها قبل ما تنتشر بشكل كبير، وحضرتك عارف الشغل سابقا فيما يتعلق بالاشاعات كان ان هو الناس تفضل تردد الكذبه حتى يعني من كثر ترددها يصدقها البعض. شايف حضرتك الخطوه دي عامله ازاي؟ انا بصراحه بقول ان المرحله اللي احنا فيها
مهما اختلفت يعني الأقاويل ومهما حاول البعض تسويق غير ذلك، هي المرحلة الأكثر توفيرا للمعلومة. ومعنى إيه؟ أن رئيس الدولة بنفسه هو اللي بيطرح المعلومة في أي مناسبة في أي التزام، حتى لدرجة أن أنا يعني مثلا لو وزير طالع بيتكلم بسرعة أو بيتكلم في حاجات كتيرة بيطلب منه سيادة الرئيس اهدى نتكلم على معلومات بسيطة الناس تفهمها. فأول حاجة الدولة المصرية عشان تواجه إشاعات المعلومة، فالدولة المصرية اشتغلت على فكرة توفير المعلومة من مصدرها من المصدر الرسمي، فتم إيجاد يعني صلاحية أن كل مسؤول يقول المعلومة واضحة بالأرقام، التكلفة والإمكانيات، الإنفاق والمصروف، كل المعلومات متاحة. طيب عشان تشتغل أنت في الشركة المتحدة وتتجه هذا الاتجاه العظيم أن أنت تواجه الإشاعات مع كافة يعني أجهزة الدولة ومؤسسات الدولة، أنا شفت حتى في البيان الذي صدر عن المتحدة أن هم هيرسلوا كمان للأحزاب والقوى السياسية والوزارات والمعنيين بمواجهة الشائعة. يعني هو هيروح يسأل مثلا وزارة التعليم على كذا، أو يسأل وزارة الصحة على معلومة كذا تتردد، وبعد ما تجيله المعلومة دي هو يبدأ المتحدة بتبدأ ترسلها في رسائل نصية أو نشرة إخبارية بتبقى توصل للأحزاب والقوى السياسية، فيبقى عندهم متوفر المعلومة. فهنا الخطوة خطوتين، بمعنى إيه؟ هو ما اكتفاش بمواجهة الشائعة وظهر هنا على الشاشة وبدأ يتكلم عليها، لكنه كمان المصدر الموثوق، لكنه راح بيها لمن يتحدث ممكن عنها، يعني راح بيها للأحزاب والقوى السياسية المؤسسات قال لهم ادي الرد الصحيح. ما اكتفاش حتى بانهم قال لهم يعني افتحوا اوركسترا افتحوا قنوات المتحده وشوف، لا قال لهم لا ده دي النشره كمان الخاصه به مواجهه الشائعات، لان الشائعات دي حرب خطيره للغايه. احنا في ظل يعني احنا بالطول بالعرض يعني امورنا في التعليم والاميه ربما كبيره نسبيا، لان عقود اثرت في المجتمع المصري، فاصبح عندنا تسرب تعليم كبير، اصبح عندنا اميه كبيره، فهذه الاميه وهذا يعني قله التعليم في بعض القطاعات هي اللي بتخليها ارض ممهده للشائعات. فلو انت طيب. فلو انت ما واجهت الشائعات بنفسك الارض هتبقى خصبه لاستقبال الشائعات، فبالتالي دور الشركه المتحده وغيرها في فكره صناعه الوعي القومي بيتم عبر مواجهه الشائعات وبالاعتماد على المعلومه الصحيحه من مصادرها الرسميه. نعم، بالحديث عن الدور هنا فيما يتعلق بالمنظومه التعليميه، ولكن لو تحدثنا عن المنظومه التعليميه نحن نتحدث عن صغار السن بصفه عامه. صغار السن ودور هنا مهم جدا في نشر الوعي. خلينا نشوف بعد اذن حضرتك مع الكاتب الصحفي الاستاذ جميل عفيفي، نحب ان احنا نرحب الاول بحضرتك معنا في هذا الصباح. صباح الخير على حضرتك وصباح الخير على الاستاذ زكي القاضي وعلى الساده المشاهدين. صباح النور على حضرتك يا فندم، وعايزين ان احنا نفكر مع حضرتك كده، لو كان دور الاعلام كان يمكن مش مدي الصغار السن اهتمام فتره طويله من الزمن، وبعدين ابتدى نشوف الجهود بشكل كبير في الفتره الماضيه، بنتحدث عن اخر اعلان للشركه المتحده للخدمات الاعلاميه بوجود شركه نبته، شركه ان هي تصنع المحتوى المخصص للاطفال وللصغار. أهمية هذا الدور وهذه الشركة في أن هي ترسي بقى القيم الخاصة بالهوية الوطنية، بحب الوطن، بالسلوكيات الصحيحة، بكل الحاجات اللي كانت غائبة الفترة الماضية. هو طبعا في البداية طبعا لازم نعرف أن الشركة المتحدة بتخوض معركة الوعي بشكل قوي، وأن هي قدرت أن هي توصل لكل شرائح المجتمع. طبعا انت عشان تبني مجتمع سليم لازم تهتم بالنشء بتاعه، لازم تبث فيه روح الولاء والانتماء وايضا الوعي الحقيقي لكل ما يحدث. نعم. فطبعا الشركه المتحده احنا شايفين طبعا القنوات الجايه وخلافه كلها طبعا فيها حتى المحتوى بالنسبه للاطفال محتوى غير سليم غير صحيح، لا يتماشى مع عاداتنا وتقاليدنا، لا يتماشى مع مبادئنا مثلا في الدولة المصرية. فطبعا الخوض الشركة المتحدة انها تخش في انها تعمل محتوى اعلامي للاطفال طبعا ده شيء مهم جدا. انت بتبتدي في بناء الشخصية المصرية من الطفولة، يعني احنا ما بنشتغلش على الكبار فقط او بنشتغل على النسبة الكبيرة من المجتمع، لا انت داخل تبتدي من تحت من الاطفال تبتدي تعرفهم ايه الصح وايه الغلط، العادات المصرية، التقاليد المصرية، الهوية المصرية اللي هي ايه في ظل اختلاف الظروف اللي حوالينا وفي ظل التدخلات وفي ظل الانترنت والمواقع المختلفه، كل دي بتغير من الهويه وبتغير حتى من الولاء والانتماء
طيب مع فكرة النشر، يعني لأن برضو البيان أو ما ذكر من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فيما يتعلق بالمحتوى اللي هيكون مخصص للأطفال، منه أيضا هدف نشر السماحة والتعامل بشكل سامح وبشكل خلينا نقول متحضر مع الآخرين. نقطة زي دي قد إيه ممكن هتفرق معانا كمجتمع؟ يعني بنتكلم عن النشأ دلوقتي لما هيكبر، يعني بعد 10 15 20 سنة مع الأجيال الصاعدة. هو طبعا السماحه ده من طبعنا ومن عاداتنا ومن تقاليدنا، وايضا الدين الاسلامي والدين المسيحي بيحض على السماحه وعلى التسامح بين الافراد كلهم. فطبعا دي نقطه مهمه جدا. زي ما بقول لحضرتك من البدايه ان الشركه المتحده بتخوض معركه الوعي واعاده الهويه المصريه واعاده بناء الشخصيه المصريه مره اخرى على كافه الاتجاهات. طبعا بالنسبه سريعا بعد اذن حضرتك يا استاذ جميل، هل ممكن يعتبر هذا التوجه ممكن يبقى حائط صد كبير منذ الصغر لاي نشأ لما بيكبر ضد الافكار المتطرفه والمتعصبه ايضا والاقصائيه؟ بالطبع يا فندم، بالطبع. ما هو ده شيء مهم جدا، ان انت تقدر تواجه كل الشائعات، تقدر تواجه كل الظروف. نعم. وانت عندك خلفيه مظبوطه في كل الامور. نعم. الخلفيه المظبوطه دي بتاتي لك من المحتوى. نعم. اللي بتقدم لك في التلفزيون او المحتوى اللي انت بتتفرج عليه في اي مكان، هو بيخليك سلبي او بيخليك ايجابي. نعم. واللي هو بيتزرع في الواحد منذ الصغر. يعني بنشكر حضرتك جزيل الشكر الكاتب الصحفي الكبير الاستاذ جميل عفيفي مدير تحرير الاهرام. استاذ زكي، بنرجع مع حضرتك وتعليق حضرتك على هذه المبادره. انا مشروع اللي هو الخاص بالطفل وشركه نبتة والتوجه القائم في المتحده لدعم برامج الطفل عبر البيان اللي ذكر ان في سبع اعمال برامجيه وكرتونيه ضخمه هيتم اطلاقها بالاضافه الى 26 اغنيه ترفيهيه. بصراحه انا وقفت قدامه كتير، بمعنى هل معقول احنا لحد دلوقتي اغنيه ماما زمانها جايه والعصفور صوصه ومش عارف ايه والحاجات الاغاني دي هي بس اللي قاعده معانا؟ هل احنا الاجيال احنا ما قدرناش نصنع منتج وطني للاطفال الجديده اللي بيقعدوا على اليوتيوب وهم عندهم سنتين وثلاثه، نعمل لهم منتج وطني يتعلقوا بيه؟ انا متعلق بالاغاني دي وجيلي متعلق واللي قبلي، لكن جميله بس مش معاصره. بالظبط. فالجيل الجديد ده محتاج تقديم منتج وطني بادواته. فانا اظن ال 26 اغنيه الترفيهيه اللي هتطلقها المتحده خاصه ببرامج الاطفال هي بتشوف المساحه دي. احنا زي حضرتك، انا بقول لحضرتك في التشريعات احنا كنا بنكتشف ان في قوانين من سنه 40 وسنه 30 ما تمش تطويرها. هو نفس برضه فكره الاغنيه، في من سنه 40 وسنه 30 احنا الاغاني دي حضرتك بتعود للستينات والسبعينات او الخمسينات كمان، اغاني يعني تناسبنا، لكنها محتاجه يتم تطويرها بادوات وطنيه تناسب يعني الاطفال بعقولهم وتصوراتهم. كمان ان احنا عشان نشتغل على فكره الاعمال احنا برضو متعلقين ببوجة وطمطم وبكار والحاجات برضو القريبه دي. بالزبط. لكن في منتج عظيم كده اسمه يحيى وكنوز تم اذاعته في رمضان اللي فات، وهيتم اظن في جزء تاني منه. منتج عظيم للغايه بيناسب الطفل بتطوراته دلوقتي، قدم له ثقافه مصر وحضارتها بشكل محترم للغايه وشكل منضبط للغايه. تم كمان استخدام الادوات اللي هي الفوتوشوب والحاجات الجديده بتاعتنا دي اللي تناسب عقل الطفل الجديد اللي هو قاعد على النت طول الوقت. فاحنا عشان نوصل للطفل احنا محتاجين تجذبه بشكل بصري، محتاجين نطور ادواتنا. هو ده اللي حصل فيه شركه نبتة الخاصه بيها المتحده والبرامج الاطفال اللي هيتم اطلاقها. فبالتالي الامر مرتبط بصناعه قيم موجود بفلسفة خاصة وأظن هيتم تطبيقها بإذن الله. بإذن الله. طيب برضو بالحديث عن المبادرات المختلفة، لأن هي كانت مبادرات عديدة الحقيقة من الشركة المتحدة في الفترة الأخيرة، كان منهم مبادرة عظيمة جدا اللي هي تجمل بالأخلاق، عبارة عن حملة إعلانية وكانت بتستهدف يمكن بعض السلوكيات الموجودة حاليا وبعضها منتشر للأسف بشكل واقعي وأيضا بشكل بيجذب المشاهد، وإزاي يتم التصدي ليها. وفي النهاية بجملة بسيطة وعظيمة للغاية اللي هي تجمل بالأخلاق، تعليق حضرتك عليها. والله احنا شعب عظيم للغايه عبر عده عقود، يعني تم دفنه وتم دفن قيمه، وكان يعني رزق من ربنا واختبار لينا ان احنا منحنا ثوره 30 يونيو 2013 عشان تكون وسيله انتقاليه عظيمه عشان نرجع الشعب المصري ده للواقع بتاعه والحاضر. وبالتالي كل قيم المبادره، مبادره اخلاقنا جميله وتجمل بالاخلاق، هي هتكون دورها ان هي تنفض التراب او تزيل التراب عن القيم اللي موجوده لدى الشعب المصري. الرئيس عبد الفتاح السيسي لما تولى قال لك الشعب المصري يحتاج من يحنو عليه. مبادره اخلاقنا جميله برضو
هي جزء من يعني ان احنا نفتكر هذا الشعب المصري العظيم اللي عبر عقود تم يعني التلاعب في شخصيته وفي محاولة الخلخلة ومحاولة نزعه من سياقه التاريخي. نعم. فبالتالي مبادرة أخلاقنا جميلة وتجمل بالأخلاق وغيرها من المبادرات هي دورها المهم ان هي تذكر الناس بقيمها طول الوقت. الناس بيقولوا عايزين ولادنا محترمين، عايزين بناتنا مؤدبين، عايزين عيالنا يمشوا ما ياخدوش دروس خصوصية، عايزين عيالنا أصحاء. الحاجات دي هي اللي احنا بنحاول نذكرهم بيها يطبقوها. بلاش يعني معلش الكلمه ما بقاش طول الوقت بنتكلم وما نطبقش. فبالتالي الحمله دي وغيرها هي بتذكر الناس ان هم يطبقوا، يروحوا لاولادهم يعلموهم الخلق السليم، يفكروهم بحاجات قديمه، لو في وقت من الاوقات هيسمعوهم البرامج الجديده بتاعه الاطفال، وفي وقت من الاوقات يسمعوهم رأفت الهجان، بيسمعوهم ليالي الحلميه لو يعني عندهم استطاعه. طب لو هم مش حابين مثلا ليالي الحلميه نجيب لهم مسلسل برضه وطني يكون فيه قيم قريب، ابو العروسه غيره غيره غيره، الحاجات العظيمه دي مش بقول لحضرتك هو التطور في الفكره. نعم. انه حتى طرح لهم ابو العروسه بحاجات جميله قيمه عظيمه، يحيى وكنوز وغيره، عشان نعمل برسائل غير مباشره، عشان نصنع هذه المنظومه. المنظومه دي بتاعتنا كلنا، نجاح البلد دي نجاح الكل، مش نجاح نظام ولا نجاح شخص، نجاح الكل. احنا عشان نبقى مؤتمنين اقتصاديا ومتامنين عشان عيالنا وعشان مستقبلنا، احنا محتاجين كلنا نشتغل في المنظومه. حقيقي استاذن حضرتك برضو نرحب بضيفنا الاستاذ جمال رائف اللي بينضم معنا عبر الهاتف. اهلا وسهلا بحضرتك الكاتب الصحفي الاستاذ جمال، اهلا بيك. اهلا بحضرتك يا فندم، واهلا باستاذ زكي، واهلا بكل الساده المشاهدين. اهلا بحضرتك، والحقيقه ان المبادرات عديده، فيمكن الوقت مش ممكن ما يسعفناش ان احنا نغطيها كلها، ولكن بنتحدث في مع حضرتك عن المبادره الخاصه بكابيتانو مصر، او نعم كابيتانو مصر، هذه المبادره الرياضيه لاكتشاف المواهب الرياضيه خصوصا في مجال كره القدم في مصر، زي ما شفنا ايضا من مبادرات الشركه المتحده للخدمات الاعلاميه الدوم، برنامج الدوم، واللي شفنا منه ايضا نماذج وكشف عن نماذج رائعه في مجال الفن سواء كان الغناء او التمثيل او حتى التقديم التلفزيوني. يمكن بشكل عام يجب ان نوضح ان مبادرات الحقيقه المتحده مبادرات هامه جدا لتعزيز الوعي الجامعي المصري، وانتقلت من فكره فقط التوعيه الى ايضا التنميه والاستثمار في هذا الوعي، ومن ثم هنا نتحدث عن مبادرات ايضا تضيف الى فكره التنميه والاستثمار في البشر سواء على الصعيد الفني، بناء الشخصيه المصريه، الرياضه زي ما حضرتك تفضلت وذكرت، وكل هذا بيسير بالتوازي مع مسارات عمل الدوله فيما يتعلق بتمكين مثلا الشباب رياضيا. يعني حينما نرى جهود الدوله المصريه الان فيما يتعلق بتمكين الشباب وحصولهم الان على يعني الامكانيات المتاحه لاحراز البطولات، وكما نشاهد طوال الوقت الساح يعني المزيد من الملاعب والمنشات الرياضيه، ويعني منذ الامس القريب ايضا السيد الرئيس يعني حصل على جائزة فيما يتعلق بالأولمبياد الخاصة، ومن قبلها أيضا رئيس الأولمبياد كان في القاهرة. إذن هناك دخل في هذا الأمر، تكمله أيضا جهود المتحدة فيما يتعلق باكتشاف المواهب. نحن نحتاج إلى البحث والتنقيب عن المواهب المصرية، لدينا كنوز من المواهب موجودة في الداخل المصري، والآن مبادرات المتحدة بتنفض الغبار عن هذه المواهب وبتجد لها مسارات حقيقية وواقعية على أرض الواقع لتستفيد بها الدولة المصرية. أعتقد أن المبادرات التنموية الخاصة بالوعي الآن أو على صعيد اكتشاف المواهب هي إضافة مهمة جدا لتعزيز الوعي الجمعي المصري وخلق مناخ صحي لصد أيضا كافة الأكاذيب والشائعات التي تصدر لنا من الخارج، وهي نقطة مهمة للغاية. بنشكر حضرتك جزيل الشكر الأستاذ جمال رائف الكاتب الصحفي على هذه المداخلة. والحقيقة يا أستاذ زكي، يمكن من النقاط اللي هي يعني عايزين نذكرها سريعا مع حضرتك ايضا المبادرات في المجال الفني او على الصعيد الفني اللي كان بيتحدث عنها الاستاذ جمال، الاعمال الفنيه الوطنيه اللي قدمتها الشركه المتحده للخدمات الاعلاميه من ناحيه يعني بجوده عظيمه في كل مناحي الانتاجيه وغيرها. هذه يعني الدور الكبير ليها من اجل مواجهه الشائعات ولكن ايضا توثيق الواقع، يا ريت حضرتك تحدثنا عنه سريعا. طيب سريعا يعني في ثلاث نقاط وثلاث عناوين رئيسيه. الدراما الشركة المتحدة قامت فيها بجهد عظيم، وآخرها مهرجان الدراما لأول مرة برئاسة الفنان يحيى الفخراني، وجاب نجوم يعني ربما لم يكرموا قبل ذلك طوال تاريخهم. ده رقم واحد الدراما، وشفنا مسلسلات طوال السنة غير مرتبطة بشهر رمضان، فأعطت الناس يبقى عندها منتج طول السنة دراما كبيرة يقدروا يتفرجوا عليها. كمان حتى دراما رمضان
الشركة المتحدة نسقت ان يكون التصوير قبلها بعدة شهور بدل ما كانت العمليات الفنية العمل الفني بيزيد في رمضان، فكانوا حتى بنوصل لمراحل ان الحالات بتبقى مستمرة ويبقى ده حتى جهد على الكاست والناس اللي موجودين في هذا العمل. فده هذا فيما يخص الدراما. في الانتاج السينمائي الشركة المتحدة قدمت برضو اعمال سينمائية عظيمة عبر شركاتها الخاصة بالاعلام، وكان يعني احنا شفنا حاجات وطنية وقيمة للغاية واعمال سينمائية حتى حققت يعني الربحية المستهدفة وحققت الهدف الوطني العظيم اللي هو المعادله الاصعب بالظبط. فاشتغلت على ان هي تجذب جمهور جديد بدل يعني جمهور ان هو بيبحث عن اعمال يعني ربما تكون فيها اغاني بس ومهرجانات والقصص دي القديمه وافلام المقاولات زي ما بنقول، لكن الشركه المتحده اشتغلت على فكره الاعمال السينمائيه الوطنيه اللي تقدر حتى تشعر هذا يعني المواطن المصري والشباب بقيمتهم وحاضرهم ومستقبلهم بالتنسيق مع حملات اخرى اللي زي ما قلنا حضرتك اخلاقنا جميله وكابتيان والولدوم واكتشاف المواهب وغيره. رابع حاجه وهي المهمه جدا بالنسبه لي هي المنصات الرقميه. المنصات الرقميه احنا كان انتاجنا الوطني مستباح على الانترنت، فانت حضرتك عارف ان هذه الاستباحه يعني بتخلي الدوله تخسر اموال كتيره للغايه. فجدنا لفكره المنصات الرقميه ومنصه واتش وي ان هي تفعل هذا الامر وضبط هذا الامر، اولا بيفيد الدوله المصريه، بيخلي الشركه المتحده عندها استمراريه اصلا كلما يكون هناك عائد لتأمين يعني أجور العمال وأجور وتأمين الخطط المستقبلية والأهداف، ده بيخلي العملية طول الوقت متطورة ومستمرة. نعم. إيه اللي خلى كيانات أخرى ربما تكون ما حققتش الهدف من إنشائها؟ إن هذا الفرق ما بين المصروف والإنفاق، فأصبح في عمالة زائدة، أصبح في هدف زائدة. لكن في الشركة المتحدة الحمد لله عندها هذه العملية من الضبط، عملية الضبط دي ضبطت بها المنصات الرقمية، ضبطت بها إنتاج الدراما، الإنتاج السينمائي، عامل حتى الشركات الإعلانات، الشركات الوطنية إن هي تأمل يعني مهرجان الدراما ده كان مسؤول عنه شركة إعلانية تابعة للمتحدة، فكان برضه هدف عظيم للغاية. بالإضافة لكل هذه الأعمال بنتكلم على الشاشة، زاوية أخرى هي زاوية الأفلام الوثائقية والجزء الوثائقي. احنا طول الوقت كنا بنستورد الافلام الوثائقيه دي من وكالات ومن حاجات بره، وحتى كان حتى العماله اللي عندنا قليله جدا في مجال الافلام الوثائقيه، اصبح عندنا وحده وثائقيه الحمد لله محترمه بتقدم منتج وطني محترم في قنوات المتحده وحتى في قناه اكسترا وقناه دي ام سي وغيرها من القنوات التابعه للمتحده. فبالتالي كان يعني المنتج الوطني ده العظيم، لان الافلام الوثائقيه دائمه وعندها استمراريه، فقدمنا بالظبط فقدمنا منتج عظيم. طيب في وسط كل هذه يعني ما اذكره من زوايا مرئيه، احنا برضه عندنا اذاعه وصحافه برضه بيقدموا منتج وطني محترم، ومواقع الكترونيه بتقدم منتج وطني محترم عبر مذيعين واعلاميين محترمين للغايه في منظومه عامه اسمها الوعي. الوعي ده معي على مستوى القياده ووعي على مستوى المناخ، بمعنى قبل ما اختم كلمتي اخيرا كل هذا لم يكن يتم لولا وجود وعي من القيادة السياسية ومن الرئيس عبد الفتاح السيسي الداعم الأول لفكرة المناخ الإعلامي الجيد المنضبط الذي يحقق الهوية الوطنية للمصريين، وهو المطلوب تحقيقه، وهو دايما المحور اللي بنتحدث عليه، وهو محور الوعي. بنشكر حضرتك جزيل الشكر الأستاذ ذاكي القاضي الكاتب الصحفي الكبير على تشرفنا في هذه بكل هذه المعلومات في هذه الفقرة وأيضا الفقرة السابقة. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. صباح الخير.